فوز للأهلي برباعية على فيوتشر والزمالك بهدف نظيف أمام المقاولين العرب، وتعادل لبيراميدز أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق. دي كانت حصيلة أهم مباريات الدوري الممتاز امبارح. خلونا نعرف التحليل الفني مع الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور استاذ رندا، اهلا بيكي وبكل الساده المشاهدين. يعني استاذ امير، شفت مباراه الاهلي والفيوتشر ازاي؟ وهل توقعت ان الاهلي يكسب باربعه اهداف، خصوصا وان فيوتشر يعني كان لسه حاصل على بطوله كاس الرابطه؟ بالتاكيد طبعا، يعني ما حدش توقع ان المباراه تنتهي بنتيجه كبيره. الكل كان متوقع يعني مباراه قويه وصعبه على الفريقين، خاصه فيوتشر كان قدم اداء قوي جدا قصاد غزل المحله في نهائي بطوله كاس الرابطه، فاز بخماسيه مقابل هدف. كان متوقع ان هو يكون اكثر نديه وشراسه، ولكن يمكن السيناريو المباراه وطريقه لعب النادي الاهلي اللي اختلفت عن باقي المباريات السابقه اللي خاضها الفريق، سواء تحت قياده مدربه الحالي ريكاردو سواريز او الفتره السابقه مع الكابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت، او حتى نهايه حقبه المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ما كانش بنفس القوه والشراسه الهجوميه اللي كان عليها في مباراه امبارح، يمكن افضل مباراه الاهلي من فتره كبيره. في المقابل اخطاء كثيره جدا من فريق فيوتشر، خاصه الخط الدفاع وخط الوسط، والكثير من التمريرات المقطوعه اللي ادت الى ان الاهلي يبقى اكثر وصولا لمرمى محمود جدنش واكثر حصولا على فرص تهديفيه. كان ممكن نتيجه المباراه تخلص بنتيجه اكبر كمان لصالح النادي الاهلي. يمكن التوقيت الاهداف كمان كان مهم جدا بالنسبه للاهلي، ان هو يتسيد المباراه بشكل كبير جدا، وانه يحقق الافضليه الهجوميه وتعدد الاسلحه الهجوميه كمان اللي اعتمد عليها سواريز في مباراه الامس، يمكن هي اللي ادت التفوق بشكل كبير الاهلي. ولكن بشوف ان الاهلي تفوق بشكل كبير على فيوتشر في الامس، اللي كان اكثر جاهزيه واكثر تحضيرا للمباراه من فيوتشر، اللي يمكن اتفاجئ شويه باسلوب لعب الاهلي وما قدرش مدربه علي ماهر ان هو يغير كتير من واقع الاداء للاعبته، خاصه ان اغلب نجومه كانوا خارج نطاق الخدمه او معزولين تماما عن يعني احداث الخطوره على مرمى محمد الشناوي الا في فترات قليله جدا من عمر المباراه. وبالتالي يمكن كان التفوق اللي حققه النادي الاهلي نتيجه اسلوب الضغط العالي اللي كان بيتبعه في اوقات كتير سابقه وافتقده في المباريات اللي تعثر فيها على مستوى الدوري في الفتره الماضيه. بالتالي بشوف ان الاهلي استطاع ان هو يحقق الفوز المستحق الحقيقه بالاداء الكبير اللي قدمه قصاد فيوتشر، ويمكن فيوتشر قد تكون ايضا نشوه الفوز الكبير على المحله، ادته يمكن ثقه زائده انه يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ايضا قصاد النادي الاهلي، ولكن بالتاكيد يعني قصاده لسه في مباريات اخرى للتعويض في الفتره المقبله. طب يا فندم، نروح لماتش الزمالك، هل الزمالك ادى المطلوب بالحصول على نقاط المباراه؟ بالتأكيد يعني المرحلة دي من عمر مسابقة الدوري، خاصة التنافس الشرس على القمة، بنتكلم في فرق نقاط قليلة ما بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع بقاء يعني مباراة أقل للنادي الأهلي خاضها مقارنة بالزمالك وبيراميدز. النهارده الزمالك يعني الفوز اللي حققه على المقاولين يمكن ما كانش بأفضل أداء، يمكن الزمالك عنده دايما معضلة فنية في العودة ما بعد فترة التوقف، ما بيقدمش نفس المستويات اللي كان عليها قبل فترة يعني الابتعاد عن المباريات. يمكن بنتكلم في أكثر من 10 أيام الزمالك ما خدش مباراة منذ تقريبا مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، ولكن يعني استطاع أن يحسن الأداء شوية، الأداء تحسن في الشوط الثاني، لكن كان هدف وحيد كافي لأن حقق الزمالك الثلاث نقاط. كان ممكن يزيد الغلة التهديفية بعدة فرص، يمكن أبرزها انفرادين عن طريق المغربي أشرف بن شرقي أضاعهما وأضاع فرصة تعزيز التقدم بالنسبة لنادي الزمالك. أيضا المقاولين العرب حصل على فرصة ذهبية في العودة للمباراة انه يسجل من ركله جزاء، ولكن اهدرها احمد علي المهاجم المخضرم وتصدى محمد عواد حارس الزمالك. وفي ايضا في الشوط الثاني يمكن المحاولات لم تكن بنفس الجديه من المقاولين العرب، ولكن يمكن تراجع الزمالك شويه لتامين الهدف، تامين التقدم في الدقائق الاخيره، ادى لان المقاولين يطمع في نقطه التعادل على الاقل. ولكن يعني فوز حقق في الزمالك المطلوب، ويعني حتى لو لم يكن بافضل الاداء. شكرا أستاذ أمير، كنت معنا الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي. مشاهدينا، وبكده خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمنى ومصطفى عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليكم. شكرا لك.